التليفون. ام عبد الله، اهلا وسهلا. الو، ايوه حبيبتي اتفضلي. انا عايزه بس اسال سيدنا الشيخ، عايزه استفسر بس الشيخ على حاجه كده. اتفضلي قولي. انا دلوقتي متجوزه ابن عمي، ماشي؟ فانا حماتي طلعتني اكتر من 4 مرات بره البيت، مش طايقاني في البيت. فانا والله العظيم بعملها اللي هي بميل مرات بالله، عمك. هي مرات عمي، طب انا هي، ابويا ميت، طب هي بتطردك وجوزك فين؟ يعني في النهاية انت ليكي جوزي بيت. هي بتاعت مشاكل، تعمل مشاكل كتيرة ايوه يعني هي لما تطردك جوزك بيقول لك عادي معلش يعني واطلعي بره جوزي البيت. يفضل يقول لي اصل انا بدر امي وبدر اخويا ابويا، مش هينفع ان انا ما يعني اين البر، انهارهم. اين البر هنا؟ يعني بر امه في معصية، اللي هو انا امي بتطرد مراتي بتقول لها اطلعي، فانا بسمع كلام ماما فبقول لها ماما ده من باب البر. في معصية، بر ايه ده؟ يعني احنا أجي فاهمين الموضوع غلط. هو بقى كل ما اقول له طب انا كمان انا عايز حقي، انا يعني انا اهلي ناس محترمه، واهلي انا يعني يعتبر انا بغربه، انا يعني انا اهلي اهلي مثلا محترم، انتوا بني كلكم اهلي في بعض. انت بتقولي انا متجوزة ابن عمي، ابن عمي وعمي يعني وعمي اين الكبير. ابوكي واين عمك؟ فين عمك وفين ابوكي؟ انا ابويا ميت، الله يرحمه. فين عمك بقى انا اللي هو ابويا والدك المفروض؟ موجود موجود، عارف يطلع يشتمني يعني، امبارح طالع ضاربني ومهزقني عمك؟ عمي والله العظيم. ليه هم بيقولوا ان انت بتعملي ايه؟ فهم بيعملوا فيكي كده ليه؟ انت بتعملي لهم ايه؟ انا ما بعمل لهمش حاجه، انا عارف انا بطلع في حالي وبنزل في حالي، انا ساكنه معاهم في نفس البيت، في بيت عيد يعني، عارف حماد السيرفيسي مثلا ما تنزلش، انا انزل اخدمها واعمل لها اللي هي عايزاه، اقول لها انا اراضيكي بس تعامل عيالي اوسخ ما اعمل، لو تعامل عيالي وحش ومع ايوه ذلك ليه؟ اقول ليه معلش يعني هما بيقولوا كده. ايه هي عليكي؟ كده عارف كذا حد سالها مثلا من قرايبنا، طب انت بتعملي معاها كده؟ تقول ما بحبهاش. طب عملت لك ايه؟ يقول لها كده. طب يعني ما ان شاء الله ما حبت، مش مهم يعني، اصل الحب ده مش هو اللي هيدخلك الجنة يعني. ما انا ليه نفسي تعمل تسيبني في مشاكل؟ حالي، انا لكن نفسي برضو في تسيبني في النهاية حالي، فين زوجك؟ يعني احنا المشكلة دلوقتي عندي زوجك، لان زوجي المفروض زوجك موجود، يقف امام جوزي امي زوجي بكل ادب وكل احترام وكل بر بقى، ولا يا ماما اللي انت بتعملي ده غلط، دي في النهايه مراتي، ما ينفعش اللي انت تشتميها ولا بتاع. يا ابني انا غضبان عليك. خلاص ماشي، انا ما عملتلكيش حاجه غلط يعني. مساعد مصعب قالت له ماذا قالت؟ قالت يا بني انا مش راضي عنك وهقعد كده، لا هقعد في ظل ولا نيل، انا خليني في الشمس كده حتى اموت فتعير بي. يقول لك يا اللي قتلت امك، يا اللي كنت سبب في. فقال لها شوفي، انما الطاعه في المعروف، انت امي وحبيبتي وابوس رجلك وصابع رجلك العشره وايديك وكل حاجه، لكن عارفه لو ليكي 100 نفس خرجت نفس نفس عشان اترك هذا الدين، لا والله ما تركته. انما الطاعه في المعروف، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فالاصل ان هو يروح يقول لمامته كده بعد اذنك يا ماما دي مراتي، والله سائلي يوم القيامه انت عملت لها ايه؟ تركتها بقى تتهان بالطريقه دي؟ طب وكنت سبع البرمبه انت فين؟ انت بقى الراجل فين؟ فالست هتلاقيها وانت واقف كده جاري عليك فماسكه في رقبتك، ايه ده؟ تقول له حوش يا رب، يقول لك لا سيب يعني خليها تاخد حقها. فابن مسعود قال كده، ابن مسعود يقول ست ما تتصدق تروح ماسكه كده ابوها، ماسكه اخوها، ماسكه زوجها، ماسكه رب هات لي حقي. وقرأ قول الله عز وجل فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فاتق الله عز وجل في زوجك. والنبي عليه الصلاة والسلام من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم أنه وصى بالمرأة صلى الله عليه وسلم.